دي بتضيع مجهود الفريق بأكمله، لكن الزمالك نفسه بقى كإدارة وجهوا تهديدا ليوسف أسامة نبيه بعيداً عن ماتش إمبارح. وهي قصة إن هم شايفين إنه بيقول بيتواصل على مستوى الأخبار وإنه قصة إنه ما شاركش في جزء من التدريبات أو ما شاركش في التشكيلة التقسيمه بتاعت أسوريو فقالوا له إنه يعني لازم يبقى في تعاون مع الفريق وإنه يكون في تركيز هو يوسف عنده مشاكل على مستوى عدم التجديد معاه ومتضايق ان الوقت بيعدي ولسه مفيش تفاوض وطبعا في كلام على بيراميدز وقلنا لكم الموضوع ده من زمان من ثلاث شهور او شهرين ونص تقريبا وهو شايف انه لا خلاص يبدا يحول تركيزه فهو كمان مشتت والزمالك عايزه يجدد بس ضامن ان اللاعب مكمل فده عامل شويه كده ايه توتر توتر في العلاقه. طيب وطبعا طبعا رحيل كابتن اسامه نبيه عن الفريق عامل شويه كده تساؤلات يعني هل هو كده مش عايز يكمل هل هو كده كابتن اسامه نبيه متضايق هو كمان فممكن يخليه يمشي عامل تساؤلات انا بقول بشوف انه مش مش حاجه اساسيه لكن هي طبعا تساؤل ممكن يكون منطقي بشكل او باخر يعني طيب ماذا عن الاصابات اكيد بتسالوا على قصه تازيزو وعلى قصه مصطفى شلبي وعن باقي الاصابات مبدئيا كده بتواصلنا مع الجهاز الفني والطبى داخل نادي الزمالك ف زيزو اصابته مش قويه هي عباره عن التواء في الكاحل هيغيب عنه 3 4 ايام عن التدريبات ويعود يعني صدق او لا تصدق ممكن يلحق مباراه سيراميكا كليوباترا المقبله ممكن لكن الاكيد بحسب التاكيدات انه يلحق عادي مباراه السوبر اللي بالنسبه للزمالك هي المهمه ماذا عن الحالات عموما زيزو التواء في الكاحل هيغيب عن التدريبات الجماعيه ثلاثه ايام مصطفى شلبي شد في العضله الضمه يغيب عن التدريبات الجماعيه 10 ايام عمرو السيسي اصابه بجزع في اربطه الركبه ويبدا برنامجا تاهيليا جديدا بدايه من مران الاربعاء بالمناسبه على مستوى لعيبه الزمالك محمد صبحي قال المسؤولين في الزمالك انا انا ضحيت كتير عشان الزمالك وانا عايز اكمل والكلام على قصه الاهلي ده امر غير صحيح لان في كلام انه عقده يخلص طبعا السنه الجايه في كلام انه ممكن يبقى الاهلي بيكلمه فقال له انا بس كل ما انتظره هو تنفيذ الوعد ايه هو الوعد ان يتم تعديل عقده مع نادي الزمالك هو كانت وعد بده اول ما رجع من فاركو يعني في مرحله الاقناع فاركو قال له لا انا مش هجدد فيرجع للزمالك لان فاركو ما كانش عايز يجدد ثم يبيع للاهلي باعتبار ان اللاعب كان بالفعل اتم الاتفاق مع الاهلي فرجع على الزمالك فالزمالك عشان يطمن اللاعب قال له هنعدل لك عقدك فهو مستني بقى تنفيذ هذا التعاقد هو بيتكلم في إنه يتم ما نعلمه يعني إن اللاعب عايز يوصل على أقل لتسعة مليون جنيه في الموسم خصوصا إنه بيعمل مقارنة مع الحارس البديل بيرى إن هو الحارس الأساسي دلوقتي فعواد هو الحارس البديل عقده أعلى من عقد اللاعب محمد صبحي حارس مرمى منتخبنا الوطني أيضا